أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ذرع الميزان بخصوص قضية حيازة المخدرات من أجل عرضها للبيع. في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها ولا سيما المتعلقة بالإتجار الغير مشروع بالمخدرات، تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 4 أفراد مختصون في ترويج هذه السموم، حيث أسفرت العملية عن حجز كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي ب 556 غرام من الكيف المعالج، مبلغ مالي من عائدة الترويج، هواتف نقالة وشفرات قطع. سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام